النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. تعمل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية على مواجهة الجريمة بكافة أنواعها، بما يعزز حماية كافة فئات أفراد المجتمع من السرقة أو الابتزاز أو الإساءة أو التعرض لهم عبر مختلف الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. كما تعمل الإدارة على إنفاذ القانون لمرتكبي عمليات القرصنة للحد من الجرائم الإلكترونية. هذا ويبقى وعي أفراد المجتمع بالاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي عاملا أساسيا لتفادي وقوعهم ضحايا لهذا النوع من الجرائم. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الرائد محمد العبدالله، رئيس شعبة الجرائم المالية في وزارة الداخلية. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية، وبداية لو تحدثنا حول جهود الإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية في التوعية والتثقيف. يعطيكم العافية، مشكورين على هذه الاستضافة. طبعا دور الإدارة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني يمكن في هذه السنة يعني قدرنا الحمد لله أن احنا نعزز التوعية والتثقيف. نعم. من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ممكن من أهم الأمور اللي احنا عديناها كان مجتمع في الواتساب، اللي ممكن من خلاله أن احنا نوصل المعلومات والأساليب الاحتيالية عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق الحسابات البنكية، كيف أن يتم اختراقها. فإحنا نوصل المعلومة هذه في أسرع وقت ممكن، بحيث أنها تصل للمواطنين والمقيمين عن طريق الواتساب. فكان له دور كبير في الحد من هذه الجرائم المنتشرة حاليا حول العالم. وطبعا شاركنا في العديد من المعارض والكثير من المؤتمرات وكذلك المحاضرات التوعوية. نعم. إن كانت في وزارات أو إن كانت في جامعات أو هيئات أو بنوك تجارية، والحمد لله قدرنا أن نوصل من خلال هذه المحاضرات يعني الأساليب الحديثة اللي ممكن يستخدمونها المحتالين والمجرمين حول العالم. ويمكن نتكلم من أهم الجرائم حاليا، الجرائم اللي ممكن يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي. فنوضح. نعم. حاليا شنو ممكن انه يكون شيء مستحدث من الجرائم اللي احنا نشوفها ممكن انها تصير في مملكه البحرين. فالحمد لله حاليا ما في اي جريمه تم استخدام الذكاء الاصطناعي في البحرين، لكن وضحنا بشكل بسيط للجمهور كيف ممكن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في الجرائم، وكيف احنا كوزاره الداخليه ممكن نستغل هذا الذكاء الاصطناعي في الحد من الجرائم هذه. نعم، لو تحدثنا عن دور شعبة الجرائم المالية بوزارة الداخلية في الحد من الجرائم المالية. طبعا الحمد لله احنا على تعاون يعني بشكل يومي ومستمر. نعم. مع جميع الجهات المعنية في الحد من الجرائم المالية والإلكترونية، منها مصرف البحرين المركزي وهيئة تنظيم الاتصالات وجميع البنوك التجارية وشركات الاتصال، والأي شخص أو جهة لها علاقة في توصيل المعلومة أو الحد من الجرائم، إحنا على شكل دائم في التعاون معهم وفي شكل مستمر وعلى مدار الساعة. ففي أي شيء أو أي جريمة ممكن أنها تحصل في الحال. نعم. يمكن إحنا كمملكة البحرين في تقارب ما بين الجهات لسرعة الإجراء واتخاذ اللازم في الحد من هذه الجرائم. بالتأكيد الرائد محمد العبدالله، رئيس شعبة الجرائم المالية في وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع دائرة الأسواق المالية الخليجية. حصدت شركة بينت مؤخرا على جائزة أفضل بنية تحتية لشبكة الألياف البصرية فايبر على المستوى العالمي. وتأتي هذه الجائزة تتويجا لجهود بينت في تصميم وإنشاء وإدارة البنية التحتية للألياف البصرية في مملكة البحرين. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد أحمد بن جابر الدوسري، الرئيس التنفيذي لشركة بينت. مرحبا بك أستاذ في النشرة الاقتصادية، وبداية ما أهمية حصولكم على هذه الجائزة؟
مرحبا، مساء الخير، شكرا على الاستضافة. أنا في الواقع فزنا بنفس هذه الجائزة في العام الماضي، ولكن احنا لم نكتفي بذلك، لأن في العام الماضي كانت فقط على نطاق الشرق الأوسط، ولكن الحمد لله هذا العام كانت على نطاق العالم. الجائزة هذه تأتي يعني تدل على الجهود الجبارة اللي تقوم فيها الشركة حسب توجيهات سعادة رئيس مجلس الإدارة الشيخ علي بن خليفة وجميع أعضاء مجلس الإدارة. قمنا في العامين الماضيين بتحديث إجراءات تصميم ونشر البنية التحتية للاتصالات بشكل تام. كان عندنا على سبيل المثال في السابق لما يوصلنا طلب الفايبر نوصل للبيت اللي يقدم الطلب فقط، ولكن الآن تغير هذا بالكامل، أن نوصل للبيت وللشارع بأكمله وللمجمع، يعني ضمانا لتقليل عدد المرات اللي نحفر فيها الشارع ولضمان توصيل الخدمة بأسرع وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك كان عندنا إطلاق برنامج إتقان اللي تم فيه توظيف تقريبا 40 مهندس ومهندسة بحرينيين، كانت مهمتهم إعادة مراجعة البنية التحتية بالكامل لتقديم التدريب لهم على الوظيفة، وثم إطلاق الخريطة التفاعلية للبحث عن الفايبر، وهذه متاحة لعامة الناس، وفي منها نسخة ثانية فيها تفاصيل أكثر لشركات الاتصالات. كما أن سرعات الإنترنت قبل سنتين في البحرين كانت تبدأ من فقط 10 ميجابت، الحين وصلنا مرحلة نرفع لها إلى 100 ميجابت كنقطة البداية، وتصل إلى 1000 ميجابت، وعندنا خطط بإذن الله خلال 12 إلى 18 شهر القادمين أن السرعة الابتدائية في البحرين تكون 1000 ميجابت كمينيموم، وبالمرة ترتفع بشكل أكثر من ذلك. نعم أستاذ أحمد، ما هي أبرز المشاريع التي قمتم بتطويرها والتي ساهمت في فوزكم بهذه الجائزة المرموقة؟ احنا طبعا مهمتنا توصيل البنية التحتية للاتصالات بالكامل في مملكة البحرين، بغض النظر عن وجود اشتراكات أم لا. فغطينا في هذا العام أكثر من 57 ألف عنوان، في حين كانت الخطة فقط 47 ألف، بالإضافة إلى توصيل خطوط الاتصالات الدولية الجديدة الواصلة إلى مملكة البحرين وتوصيلها إلى مراكز البيانات الموجودة في شتى أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تقديم عرض مرجعي فيه منتجات جديدة وأسعار جديدة لجميع شركات الاتصالات. تم خفض فيه أكثر الأسعار المقدمة بواسطة الشركة، وهذا طبعا يعني يترجم إلى عروض أفضل لجميع المشتركين في البحرين من أشخاص ومن شركات. بالتأكيد السيد أحمد بن جابر الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة بينت، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.